بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع استراتيجية القفل والمفتاح تطبيقا على درس مدينتان مقدستان، مجموعة أبو بكر الصديق مطلوب منها كلمة بها مد بالياء في الباب خلفك يا أبي، ومجموعة عمر بن الخطاب القمرية، مجموعة علي بن أبي عثمان بن عفان مد بالألف، ومجموعة علي بن أبي طالب مد بالواو. من الدرس نبدأ؟ ابدأ الأسرع، خذ لك قلم اهو بسرعة. فين هي؟ اكتبها هنا، هنا هو. لا انت هتشيل دي، ينفع؟ ما عندك المغناطيس تحت؟ تحت يا ابني، تحت 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 كده. لا خلصنا نحن. فين اللي انت كتبته؟ ما يبين الفي، روح هات قلم واكتبها زي الناس. ماذا كتبتم؟ دار، دار مادي بالالف، نورة مادي بالواو، الحائط القمرية، في مادي بالياء، ممتاز تمام. لكن انت قالب المفتاح بتاعك يا نور، قلنا نكتب ازاي؟ نعكسها كده، ايوه تمام كده، هذا القفل والمفتاح، يعني تضع المفتاح داخل القفل. طيب كل واحد ياخذ المفتاح بتاعه بالهدوء عشان ما يوقعش المغناطيس، بالهدوء، وضع المغناطيس كما كان. ارجع ارجع، اسرعوا. طيب يا ابطال، تعال هات هذه يا زياد، هات هذه، هات البطاقة هذه، ضعها هنا فوق، ورجع دي، وهات الثانية كمان. طيب استعد، هنبدل المرة دي، هنبدل، شيل هذه شيل هذه، امسك كده امسك كده وسام، خلاص خلاص كله زي ما هو، خلاص انتبه. مجموعة عثمان مطلوب منها اللي شمسية، مطلوب ما من مجموعة علي بن أبي طالب اللي قمرية، أنتم مطلوب منكم حرف مشدد، أنتم مد بالواو، ابدأ. هيا أبطال، خذ لك قلم من الدرج. ها ايوه، مد بالواو، القمرية، الطيبة، لام شمسية، انت فيها لام في الدرج، انتوا اللي ما بتضغطوا على الالم، الالم بيكتب، انت ما بتضغط عليه. اعطيني اعطيني كده، امسك كده، يلا يلا يا نور. طيب كل يرجع مكانه بسرعة الآن. مجموعة أبو بكر الصديق، مجموعة عمر، مجموعة علي، باقي هذه المجموعة، ها كتبتوا إيه؟ الرسول، فيها حرف مشدد، ضع هنا على المغناطيس، ضع هنا. طيب ممتاز، أحسنتم يا أبطال، هذه استراتيجية بنستفيد منها مراجعة المهارات. شكرا يا أبطال.